الذين يعرفون محمد صالح المرموري عن قرب وقضوا معه الكثير من الوقت فوق الحلبة وخارجها يتحدثون عنه. كنا ننتظر منه برشا حاجات خاصة في أتلانتا، وقت ما سعبوا شحال في أتلانتا انتظرنا منه برشا حاجات خاصة هو في الألعاب المتوسطية ذي، وكان رد معاه الحاجة اللي يمتز بها محمد صالح المرموري هي العزيمة والقوة بتاعه. كان مثال معناها أكثر من جوز أولمبيك الأخراني هذاك نتاع أتلانتا. هذه زميلتي تجم تقول هذه أكثر من أصحابي، أصحابي حتى كي نعمل فيها حاجة يتغش عليها، هذه عمرها بالعمر ما تغشت عليها، يوميا نضربها، يوميا معناتها قريب نقطعها قريب، وعمرها بالعمر ما تغشت عليها. المرموري قوي ومعمل القوة نتاعو ومعمل العقيقة نتاعو، ما تكفيش هذيك في الربح، يلزمو زادك.